مشاهدي قناة شوف تيفي، نهاركم أو صباحنا صباحكم مبارك سعيد. من بعد ليلة سوداء، ليلة اللي ما كانتش في البال، ليلة اللي ما كناش كنتوقعوا أنها غادي تنتهي بهذا الخبر المأساوي، خبر وفاة ابننا ريان اللي مشى إلى العلا، اللي مشى عند الله سبحانه وتعالى، اللي مشى إلى الجنة. ريان اللي خلى واحد البصمة جميلة في الدنيا ومشى للآخرة. ليلة سوداء دازت عند كل مغاربة. طبعا ما لنا إلا نقول ما يرضي ربنا، إن لله وإن إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لله ما أعطى ولله ما أخذ، لله ما أعطى ولله ما أخذ. مشاهدي قناة شفت به، من بعد 5 أيام وطفل ريان في قعر البئر والكل كيدعي ليه بأنه يخرج سالم، والكل كيدعي ليه أنه يفك الله حيله من ذاك البئر، والكل كيدعي ليه بالصحة. الأجل كان ديال ريان تقاضى قبل ما يخرج من البئر، فما علينا أننا غير نقولوا الله يجعله طير من طيور الجنة، ويجعل الظلمات اللي عاشها في قعر البئر والمعاناة والمآسي تكون مغفرة ورحمة لأسرة ريان، لأن ريان لا ذنب عليه. ريان هو ملائكة، هو ملك مسكين، ما زال ما شاف ما تشوف في الدنيا، ما زال ما ارتكب معاصي، ما ارتكب أخطاء. فنقول هذه الظلمات اللي عاش، وهذه المآسي والألم وكل يعني العذاب اللي عاشوا في ذاك البئر، ليس بالهين وليس بالسهل انك تبقى مده طويله محاصر في بئر وانت يعني الحاله الصحيه ديالك مدهوره بزاف، وتقاوم من اجل البقاء وفي الاخر والامانه كيدي امانته. شنو رسالتكم مشاهدي قناه شوف تيفي لام ريان والاسره ريان والاب ريان وعائله ريان؟ شنو الرساله اللي تبغي تقولوا اليوم؟ طبعا احنا بدورنا كنقدموا احر تعازي، وكنقدموا كنقولوا الله يرحمه والله يصبر الام ديالو، الله يجعله من طير من طيور الجنه، الله يصبر الاب ديالو والام ديالو، يصبر الشعب المغربي ويصبر كل شيء. حيت حقيقه شحال هذه ما حسيناش بهذا النوع ديال الانسانيه والرحمه، نوع ديال الانسانيه والرحمه في قلوب الملايين. فاليوم الكل يعني يتوحد، والكل يعني يتضامن، والكل يهتف بكلمة واحدة وهي ريان. ريان اللي خلانا نحس بأنها باقة الإنسانية، ريان اللي أيقظ الإنسانية في روح البشرية، ريان اللي كان اللي خلى واحد البصمة إيجابية في الحياة. هو مشى عند الله، مشى عند الباري تعالى، مشى عند صاحب الحق اللي ما بغاهش انه يبقى يتعذب كثر في ذاك البئر، وخداه لعنده، فماشي خساره عند خساره في الله. ما لنا الا نقولوا ان لله وان اليه راجعون. شكرا لكل من قدم، او كل من شكرا لكل من قدم او تعاطف او تعاون مع الطفل ريان. شكرا للمجهودات اللي تقامت في الشفشاون في عين المكان، شكرا للرجال الدركة الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات المحلية، شكرا لوسائل الإعلام، شكرا لكل من اللي قدم المساعدة سواء قليلة أو كثيرة، فشكرا لكم. ما علينا إلا أننا ندعي مع أم ريان ونقول لها إن لله وإن إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ. هذا حال الدنيا، الأجل ديال ريان تقضى، فاش كان باقي ربي مطول ليه العمر، راه كان كيقاوم، كان كيناضل، كان كيمستمر، كان كيتشبت بحبل الحياة، كنا كنشوفو كيفاش أنه كان كيتحرك، ولكن فاش الأجل تقضى لا اعتراض على قدر الله. ما لنا إلا نقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن لله وإن إليه راجعون. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.